السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا. راح نحاول باستخدام برنامج 3D Max انه نعمل شكل الأمامنا هذا اللي هو شكل الكرة الأرضية مرفوع على رافع أو علاقة. راح نجتهد في استخدامنا أو في هذا المشروع أن نستخدم الأسبلاين. راح نبلش فايل نيو نو، راح نفتح مشروع جديد وراح نروح على اسبلاين. راح نختار منه اللاين، خلينا نبلش نختار السيركل. راح اعمل دائرة، اوكي صار في عندي دائرة. لو جيت على الموديفايرز هنا راح الاقي مكتوب عندي سيركل، لو علمت عليها باليمين كونفيرت كده تبيل اسبلاين. راح اختار السيجمنت اللي من هان او من هان، اختار الجزء هذا واضغط ديليت، والجزء الثاني واضغط ديليت. اوكي لقيت صار في عندي نص دائرة. لو انا اجيت عليها وعلمت شيفت وسحبت زي هيك راح يصير في عندي جزء تاني او دائرة تانية. راح اعملها سكيل وعاود احاول ادخلها لجوه شوية. لو كبرت النافذة بقى اوضح لي. زي هيك تقريبا. اوكي اعلم على اي لاين من التو لاينز هدول واختار اتاتش. اتاتش راح يدمج التنين في اوبجكت واحد. اتاتش اختار الجسم الثاني، هلاقيه مباشر انه انضاف داخل الجسم الاول. يعني صار في عندي اوبجكت واحد. لو عصيت على vertices راح الاقي انه هما موجودات مع بعض. اوكي راح انزل تحت واختار connect واربط بين النقطة الاخيرة، النقطة هذه والنقطة هذه، واربط بين النقطة هذه والنقطة هذه. اوكي اعود اضبط موقعهم، اعلم على البوينت واسحبها لجوا شوية، وأعلم على البوينت هذه وأسحبها لجوا شوية بالشكل أمامنا. أوكي أنا عملت نصف دائرة. لو أجيت على الموديفايرز واخترت إكسترود وعطيت له زيدت الأماونت راح ألاقي إنه السمك بيزيد. أنا بدي يبقى تقريبا 5 هيك قيمة. أوكي بدي أعمل له الرافعة تبعته، أرجع أختار اللاين وأكبر النافذة للفرونت، أقول هاي لاين خصائصه. الاقي اللاين، علم على السيجما، اختار النقطة هذه وارجع الخصائص تحت، اختار فليت وازيد الثاني تقريبا في النص، الاقي النقطة واختار رندرينج واحط صح على انيبل رندر وانيبل ان فيو بورد. راح الاحظ ان الجسم عندي بدا يظهر له سمك. لو زدت الثيكنس راح يزيد السمك تبعه. راح نرجع بجمع النوافذ راح نلاقي انه تحول من لاين لاوبجكت ان 3 دي. اوكي راح احاول اقلل الاوجه هيك شكل عامل بشكل دائري، بدي اياه بشكل مربع. اذا راح اخلي 4 وجوه هيك صار بشكل مربع. ما في عندي الانجل بنفع اغير الزاويه تبعتي،
لو جيت غيرت القيمة راح ألاحظ أنه هيك تقريبا الزاوية مناسبة. أوكي، نفس الأسلوب ونفس الطريقة راح أعمل رافع الإجرين تبعون الرافعة، راح أرجع وأختار اللاين. واجي من هاي النقطة، اسف، عملت كنترول زد تراجع، واجي على خصائص اللاين اللي عندي، اعمل لاين نقطة كمان نقطة 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 وهي كمان نقطة. اوكي، راح اجي على الخصائص تبعتي وراح ارفع الادتين هذول واختار البرتسيز، اعلم على النقطة هذه وهذه وهذه، واجي اختار فلت وازيد القيمة تدريجيا تقريبا زي هيك. اوكي، راح اعاود ارجع فعل القيمتين هدول، شوف الشكل كيف صار عندي. اوكي، بس عندي الحجم تبعه كبير، لو اجيت لغيت الخاصيتين هدول جيت على vertices دخلت هدول شوية لجوا، هذولا شوية لجوا، هذا رفعت لفوق هيك زيادة أصبح مناسب. اوكي، عندي أربع وجوه والزاوية، بدنا نعمل دوران للزاوية. أعلم على اللاين وأجي أعمل نسخة جديدة كوبي، وفي أعملها دوران، وفي أستخدم أداة بالشكل هذا المناسب. أوكي، راح أسحبها أكبر عشان تبدأ الصورة أوضح. أوكي، مناسب جدا. بعمل له دوران زاوية سنترا مع الضغط على زر شيفت، شوف شو صار في عندي، الشكل هذا هو المطلوب مبدئيا. لو انا غيرت اللون كله وكلمت الجسم كله اخترت اللون الرمادي هيك ما عندي شكل. بدي احط فيه سفير غير شكل الكرة الأرضية، بدي احطلها مسكات او شيء يمسكها داخل بين حلقتين. لو يدخل السلندر
تنزل قيمة زيد الارتفاع وأقلل نص قطر الدائرة أو نص قطر السلندر، راح يصير عندي شكل زي ما هو عندي هان لو أنا غيرت لونه بس. خلي برضو رمادي، راح يكون عندي الشكل زي هيك. آخر خطوة راح أحط ماتيريال على الكرة الأرضية، بعلم الكرة الأرضية وأجي للماتيريال اللي عندي، اختار اي واحد منهم، اختار هذا واجي على ديفيوز واختار بيتماب واختار لي صورة موجودة مسبقا لصورة الكرة الارضية. واعمل الساين الها واعملها شو الكرة الارضية عندي منضبطة، ولكن السفير ذات نفسها بدي اعملها دوران عشان تظهر الصورة اوضح. نسبة درجة 90 درجة 180. زي ما هو عندي هيك شكل، ولو عملت لها دوران باتجاه هذا اسف راح اعملها دوران زاوية 90 بهذا الاتجاه، بصير عندي الكرة الارضية وبقدر اضبط اعملها دوران اشوف الجزء اللي عايزه. خلينا على افريقيا وهيك يبقى انتهى المشهد تبعنا وصار في عنا كرة ارضية مرفوعة على الحامل. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.